الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا الدرس لخطف الجن. ما هو خطف الجن؟ هو إحضاره قهرا في جسم الخاطف بالدعاء وبالقرآن والآية أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فكيف يمكن هذا؟ كيف يمكن هذا؟ يعني من كثرة ممارسة الرقية ومخالطة الجن ومعالجة الناس المصروعين، تعلمنا كيف نعكس عملية الصرف، كيف نعكس عملية الصرف، فبحيث يصير عوضنا الجن هو اللي يصرع بنادم ويمسك الإنسان، صار الإنسان هو اللي يمسك الجن ويتحكم فيه. يعني الحق مثل الأدوية اللي كانت تصنع من المرض، بحال الفاكسان يعني التلقيح، يأخذ هذا المرض ويكسروه مش ما يضرش الإنسان، فيصنع منه الدواء. فلما يجعله في جسم الإنسان، جسم الإنسان يعني يتعلم كيف يحارب هذا المرض، بحيث إلى جاب الصح قد يقدر يتغلب عليه، يعني صنع الدواء من الداء. وهكذا لأن الجن، لأن الله تعالى فضل الإنسان عن الجن، لأن الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، بينما الجن كانوا على الأرض، فخليفة الله هو الإنسان وليس الجن. هكذا وكل الأنبياء اللي بعثهم الله تبارك وتعالى هم فقط من البشر، ما كان أبدا نبي من الجن. فالله تعالى فضل الإنسان على الجن، ويعني في واحد القاعدة أنه مهما اعتدى الجن على الإنسان يمكن أن تغلبه. مثل القصة بتاع أبو هريرة رضي الله عنه، هذاك الشيطان اللي جاي يسرق من الزكاة، مادام جاء في شكل بشر صار ضعيف في هذا الشكل، فلما أمسكه أبو هريرة رضي الله عنه صافي ما يقدرش باش يمشي يهرب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما فعل أسيرك البارحة. وكذلك نفس الشيء لما النبي صلى الله عليه وسلم قبض يعني على الشيطان اللي جاء يخسر لي في الصلاة دياله، فقال يعني فكرت باش نربطه في السارية يبقى هكاك حتى صباح أطفال المدينة يشوفوه يلعبوا به. لأن علاش؟ بحيث لما جاء في العالم ديالنا صار ضعيف في هذا الشكل. وهكذا هذا الخطف. فنحكي لكم القصة ديالو غادي توضح. فبدا هذا الخطف عام 2007 في بوركينا فاسو. فأول جماعة ثم اللي مرنتهم على الرقية عام 2005 أول ما مشيت ثم، فلما بقاو يديروا في الرقية فالسحرة بيركوا عليهم بالسحور، عليهم وعلى أهليهم وعلى مرضاهم، حتى يجيهم واحد عنده مشكلة ولا جوع كيعالجوه كيتحسن فتصبح عنده 10 مشكلات. هكذا عملوا السحرة باش ما يبقى يجيهم حتى واحد، حتى صاروا يقضون كل أوقاتهم في علاج بعضهم البعض. فالسحرة أشغلوه بأنفسهم. وهذا أمر واقع في كثير من الأماكن. إنسان يبدأ الرقية جيله المشاكل مشاكل مشاكل حتى يترك. لأن علاش؟ لأن نحن في موقف دفاعي فقط، احنا كنتحصنوه احنا كنتعالجوه، ما عندناش هاد الحاجة باش نحبسوا السحرة أو باش نردوا لهم الفعل أو باش نضربوهم كما هما كيضربونا. فمادام في موقف دفاعي تعيا الدفع تعيا الدفع، واحد الوقت غادي تطيح، وغادي انت طايح ومزال يبركوا عليك حتى ما يبقى حتى ما يدخلش. هذا هو، لان احنا نحاربوا في الغيب، اما السحره هما كيشوفونا ويعرفونا ويتعاملوا مع الجنود، فهم بالنسبه لهم هذا الامر كله واضح لديهم. السحر اللي عملوه ما عارفين واش دار فيه، واحنا ما عارفين شنو اللي فيه. فيعني ولو احنا الله تعالى معنا والقران معنا، ولكن كتخصنا الوسائل، كتخصنا شي وسيله باش نجمو حتى حنا نتغلبوا عليه. فهذو الاخوه لما بقاو هكاك، واحد فيهم هو مصاب
من قبل أن يأتي للرقية وجاي يتعلم الراسو والغيره، فكان يحارب الجن دياله هو بنفسه، يقرأ حتى تغلب عليه، وكي تغلب عليه اهرب هذاك الجن. فتأسف الأخ كيف كل هذا الوقت وكل هذا الجهد، لما غادي يرجع عند الساحر غادي يعاد يتقوى من جديد ويرجع عليه، إذا هذا الأمر لا ينتهي. فقال يا ربي أعده إلي حتى أقضي عليه، هكذا من نفسه. ففي نفس اللحظة رجع فيه الجن وتمكن من القضاء عليه. من هذاك الوقت فاق براسه أنه أي مريض يجي لعندهم يقول يا الله جيب لي الجن دياله خلي نتحكم فيه. وفي نفس اللحظة الجن يجي فيه والجن ينطق يقول واش كندير هنا، أنا كنت مع هذا كيف جيت عن هذا؟ فنقول له احنا طلبنا من الله يجيبك والله تعالى اللي جاك. فيقعد باهت. ويصير هذاك الجن أولا ينطق على الفور، في حين أنه لما كان عند المريض لا ينطق إلا قليل وإلا بالقوة وبالقراءة بالتعب، ومرات ما ينطقش أبدا. مرات المريض يكون ذري صغير أو إنسان مجنون أو مرات البيت اللي مسكون وين غادي ينطق، ولكن لما تجيبوه عند الخاطف ينطق على طول. ثم كذلك يصير في موقف ضار حال الحوتة اللي طلعتها من البحر، يعني صار ضعيفة. فهذا الجن نحكيه معاه باش يدخل الإسلام، إلا ما بغاش نضربوا ليه يده تتقص، بعد نضربوا ليه الذراع يتقص، فإلا ما بغاش غادي نضربوا ليه الراس. فلما صار الموت أمامه صار يدخل الإسلام، لأن واحد ما يبغى يموت، يعني مهما كان راسه صحيح كيف يشوف الموت. فأكثر الناس وأكثر المخلوقات ما تبغيش الموت، هكذا فطرة الحياة، غريزة البقاء عند كل المخلوقات. فما شاء الله وقت اللي أنا شفت هذا الشيء معناها شيء عظيم. هذا اللي كنا ننتظر، لأن في 10 سنوات أنا مارس الرقية بصفة مهنية كاملة، معناها على طول الوقت من عام 97، إذا كنا 10 سنين وإحنا في هذا التمرة مع السحرة، ونطلب الله تعالى ينصرنا يعطينا شيء باش ننتصر عليهم، لأن إحنا في موقف ضعف واخا كنعالجو ولكن وين غاديين؟ لازمنا شي حاجة باش نغلبوهم. فنطلب الله النصرة فجات. فشفت فيها التغيير، فهذا الشيء بإذن الله سينصرنا عليهم في كل مكان ويفتح لنا أبواب جديدة في الروح. فلما شفنا هذا الشيء أول مرة طبعا تعجبنا، عجب هذا الجن اللي كنا نعياه ومعه باش يهضر صار يجي ويهضر على فوق، وليس فقط ذاتي ولكنه أسيرنا ما يقدرش يمشي، حتى في كم مرة هو يقول لي صافي خلوني نمشي. فهمت؟ عجيب. مرات يكون جن واعر ويقول أنا خطر وأنا كبير وما تعرف راسك، معاش كنت كتهضر يلا صافي خليني نمشي. أقول أنت كبير وخطر وكاع وتطلب مني، يعني معناها راك تطلبني باش نخليك تمشي، معناها أنت أسير، معناها أنت سجين. يقول لك لا ولكن غير خليني نمشي وصافي. صعيب عليه باش يعترف أنه فعلا أسير وسجين، ولكن هذا هو الواقع. لأن نحن جبناه بأمر الله تبارك وتعالى، بأمر الله أينما تكونوا يأتي بكم الله الجميع، إن الله على كل شيء قدير، فما يمشي حتى نعطي له الإذن، فهو أسيرنا. فأول ما شفنا هذا الشيء فظننت أنه أمر خاص أعطاه له الله تبارك وتعالى، حيث هو تعب بزاف، تعذب بزاف، وكذلك اجتهد بزاف، فظننا الله تعالى فتح عليه هذا الشيء. بسبب يعني الشيء اللي داس فيه، عاد فهمنا أنه كل من صرع وتكلم على لسانه الجن يستطيع أن يفعل هذا، أي واحد. فصرنا نصنع الخطار من المرضى، أي مريض اللي كيتسرع ويتكلم الجن غادي نحاولوا معه باش يرجع خاطف. فكثرنا من الخطار، صاروا موجودين في كل مكان وفي كل البلاد اللي عندنا فيها الرقية، فكنصنع هذا الخطاب بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ترقى الخطف لأنه كان جديد، ثم تطور فتعلمنا كيف نستعمل الآيات، وقبلها كنا نتناقش مع الجن
كما لو تقرأ الكتاب ديالي الاستئصال في الرقية غادي تلقى باب دعوة الجن أو الكلام مع الجن، كيفاش تتكلم معاه باش يدخل الإسلام. فكنا نقضي الأوقات في دعوة الجن للإسلام، وما شاء الله شيء جميل جدا هذه الدعوة ديال الجن. ولكن من بعد عرفنا أنه الكلام ليس يعني زايد، غير تجيب ليه واحد الآية في المعنى اللي بغيت تقول، تقرأ عليه الآية صافي غادي يفهم ويقتنع ويقبل الإسلام. إذا مع الجن ما يحتاج المناقشة العقلية والفكرية كما كنتناقشوا احنا البشر. أي حاجة، مثلا الجن جاء قال قلت له ادخل الإسلام، قال ما نعرفش الإسلام. قل له إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. يقول لك صافي ادخل الإسلام. صافي. ما وكيفاش غتشرح لي الإسلام؟ وهذه يعني مشكلة، تشرح الإسلام يعني بحر. تقرأ له إن الدين عند الله الإسلام، أو هذا الجن يقول لك أنا ابن الشيطان، ابن إبليس، تتبع في إبليس، هذا كبا هو اللي تتبعه. فتقرأ له إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السير، فغادي يشوف الحقيقة ديال إبليس ويتبرأ منه إلى آخره. وهذه أول مرة وقعت لنا مع واحد الجن، يعني واحد المرأة، واحد البنت يعني كانت مريضة وعندها جن عاشق، فجبنا هذا الجن العاشق بالخاطف، فقلت له تدخل الإسلام؟ قال واخا دخل الإسلام. قلت له صافي دابا تمشي. قال له علاش تمشي؟ أنا نبغيها وأنا مسلم وأنا مستعد نتزوجها نديروا الحلال. فهكذا قال علاش نمشي؟ أنا يعني مسلم، أنا قابل الشرط اللي بغيته، هذه قابل، علاش ما نتزوجهاش؟ وهذه مشكلة، لأنه حتى بين الفقهاء وقع كلام هل يجوز أو لا يجوز الزواج مع الجن. والذين قالوا أنه لا يجوز دليلهم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، أن كل جنس خاص يتزوج من الجنس دياله، هذا هو الدليل ديال هذوك اللي منعوا. فأما الحقيقة ما ثمش في الأحاديث ولا شيء واضح أنه لا يجوز، فاستدلوا بهذه الآية. والمقرن ما لقاوش كيفاش يحاربوها، قالوا مكروه. ولكن نحن اللي نعرف الجن نعرف أنه لا يجوز وما ينفعش الزواج مع الجن. فلما هذاك الجن قال علاش أنا بغيتها ومستعد نتزوج بها، فقريت له الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، سورة الروم الآية 21. فقال الله عطاني زوجة، الله عطاني زوجة، صافي ما بغيتش، ما عندي من ندير بها هذيك، ما بغيتش باغيها. وصافي انتهى المشكل، انتهى المشكل، مشى. فمسيرنا أي جن قال لك أنا عاشق نقرأ له الآية كيجي هذيك الزوجة أو الزوجات أو الأزواج ويفرح، لأن كما قال الله تعالى من أنفسكم أزواج اللي تسكنوا إليه، قلبه يرتاح مع هذه الزوجة أو الزوج، وجعل بينكم مودة ويحس بالمحبة وبالرحمة فيفرح إنسان الرجل أو المرأة إذا كان فيه العشق الحب للمرأة أو للرجل، صافي الآخرين كاع ما يبقاش يشوفهم، صحيح ولا؟ الآخرين كاع بحال والو. فهكذا يصير في هذاك الحب هذه المرأة بعد ما يدير بها. فصارت هذه الحالة اللي كانت عويسة، حالة الجن العاشق، صارت سهلة، تقرأ الآية حتى يلقى الجنون ديالو الجنس ديالو يتزوج بهم وهو فرحان ويمشي في حالة. فهكذا الخطف. فهذه مسألة الخطف. إذا غادي دابا مسألة يجوز أو لا يجوز، الحقيقة أنا من أول يوم شفت هذا الشيء عمري ما شكيت أنه يجوز أو لا يجوز، لأن دعاء وقرآن ونصرة من الله ويأتي الجن ويسلم، أين المشكل؟ وين هو المشكل؟ هل فيه شرك؟ ما فيه شرك. هل فيه تعب للمريض اللي يخطف الجن؟ ما في تعب، هذوك كانوا مصروعين، ها
هذيك الساعه كانوا يتعبوا، ملي كانوا مصروعين كانوا مرضى كانوا يتعبوا، يطيح في كل وقت وكذا. الان ما عادش يتعب، راه معاك قولوا نجيبوا الجن، راه في دقيقه دقيقتين 5 دقائق الجن خلص لها مشى وراه نورمال، ما في والو. يعني ما فيش تعب. واحنا هذو الخطاب يعني ولادنا واخواننا يخدموا معانا رجالا والنساء، احنا ما نرضوش لهم الشر. بعض الناس لما نحبوا نستعملهم للخطف يتعب، فلما يجيب الجن عاود مشكله، كيفاش تخرج هذاك الجن؟ عاود يتسرع، عاود ترجع فيه الاعراض والمشاكل. هذاك الصافي ما نستعملوش، نعالجوه وتسد الثغرات نتاع دخول الجن ويرجع حياة عادية وخلاص، ونحتفظ بالذي ليس له مشكل وليس له تعب. واحنا معهم، وحتى الإنسان بعد مدة إلى ما بغاش يخطف ما يحبس، يغسل بالماء وبالزيت بدون الحجاب، صافي يتسدوا هذه الثغرات، يرجع كأنه لم يكن. إذا ما فيش خطورة، ما فيش أي شيء إلا هو دعاء ونصرة كنا ننتظرها ونرجوها، والحمد لله.